مرحبا ويعطيكم العافية في المحاضرة رقم 6 اليوم. بعتذر جدا على التأخير اللي هو أسبوع، مش مزحة بصراحة أسبوع، بس يعني صار تأخرت، بعتذر، وإن شاء الله بنزل محاضرتين 6 و7 اليوم. المحاضرة جدا بسيطة وسهلة، يعني إن شاء الله ب 10 دقائق ربع ساعة ماكسيموم تكون منتهية. ديموغرافي 3 ندخل دايركتلي، هم معادلتين ورسمة بدنا نفهمهم، صلى الله وبارك، انتهت المحاضرة. فالبوبيوليشن جروث أو النمو السكاني بيحكي لنا إنه ذا بوبيوليشن أوف ذا وورلد أو أني كانتري جروز أكوردنج تو تو فاكتورز. في عندي عاملين تنمو، التعداد السكاني لهي الدوله بينمو بناء على العاملين البيرث ريت اند ديث ريت، اخذناهم الاثنين. لما نطرحهم من بعض الديفرنس بتوين ذيم، يعني لما نطرحهم بعطيني شيء، ايش هو الريت اوف ناتشرال انكريز. فانا لما بدي اقيس الار ان اي او الريت اوف ناتشرال انكريز بحط البيرث ريت، بطرح منه الديث ريت، صلى الله وبارك، انتهى. ليش بحسبها؟ بحسبها برسنتج، فعشان هيك بقسم على 10. كيف بدي احسب الريت اوف ناتشرال انكريز؟ هيك سي بي ار minus CDR divided by 10. Or إذا أنا كان معطيني birth rate والbirth rate direct في السؤال بيقول لي هاي birth rate هاي death rate، بستخدم هاي الفورمولا عشان أحسب إيش rate of natural increase. بس أحيانا بعطيني number of births والnumber of deaths، يعني بعطيني أنا الأعداد، شو بسوي؟ بطرحهم من بعض، بقسم على التعداد السكاني في الدولة وبضرب ب100. طب أنا بالأول كنت أضرب ب1000، هاي مرة ليش بضرب ب100؟ لأنه القانون الأصلي مقسوم على 10، لأن القانون الأصلي مقسوم على 10. فهي لو كانت ضرب 1000، في قسمة 10 في القانون الأصلي، بتروح الصفر مع الصفر بترجع لي قسمة 100، أو عفوا ضرب 100. هاي هي الفكرة، بحفظ هذا القانون أو بحفظ هذا القانون حسب ما بيريح. متفقين؟ إن شاء الله متفقين. خلصنا من البوبيوليشن جروث والريت اوف ناتشرال انكريز. عندنا شيء ثاني اسمه الجروث ريت، معدل النمو. It takes into consideration not only births and deaths but also migration. يعني هو صحيح في two factors اللي هم births and deaths one and two، بس برضه باخذ بالحسبان شيء اسمه migration او الهجرات. فالgrowth rate شو هو؟ ال RNI rate of natural increase اللي قبل شوي حسبناه زائد net migration rate، معدل الهجرة الكامل او الكلي. كيف بحسب النت migration rate؟ بعطي ال immigration الانترنال، الناس اللي جاي عندي، ناقص الاميجريشن، الناس اللي مهاجر برا الدوله. كمان مره الجروث ريت، باخذ بالحسبان البيرث والديث، وبرضه باخذ لي الهجرات. فايش معادلته؟ بتصفي عندي الار ان اي ريت اوف ناتشرال انكريز زائد النت ميجريشن ريت. النت ميجريشن ريت كيف بحسبه؟ الاميجريشن ماينس اميجريشن، الناس اللي داخله ناقص الناس اللي خارجه. مشكلة يكون عندك أطفال في البيت وأنت بتشرح. تمام. كمل. فممكن يطلع معي الإيميجريشن ماينس الإيميجريشن بالسالب، فبتتحول هاي من موجب لسالب، ممكن تضلها معي موجبة فبحط موجب، حسب شو معطي السؤال. It is used to calculate how long at the current growth rate a population would take to double in size. يعني أنا بحسب عن طريق متى الـ population بتصير مثلا من 5 مليون ل 10 مليون. الجوردن جروث ريت از 2010 2.2، كان بال 2010 معدل النمو في الاردن 2.2. في ملف وورد الدكتور حطه على مايكروسوفت تيمز، بتستخدمه عشان مش بتستخدمه عفوا، في معلومات لازم تكون حافظهم عن الاردن، وراح يجي في الامتحان راح تسال عنهم، فيا ريت ترجع للمايكروسوفت تيمز وتحفظهم. في عندنا شيء، خلصنا المعادلتين تقريبا، نص المحاضره خلصت. في عندنا شيء اسمه الديموغرافيك ترانزيشن موديل. هذا الديموغرافيك ترانزيشن موديل بعطيني ذا ريليشن شيب بتوين بيرث ريت اند ديث ريت. يعني انا استخدمت بيرث ريت والديث ريت وطلع معي خمس مراحل لاي بوبيوليشن بمرق فيها، او انه خمس مراحل بصنف لي البوبيوليشن ستيج 1 ستيج 2 ستيج 3 ستيج 4 اند ستيج 5. بسميها لاسمين، يا اما هذا الشكل يعني راح نشوفه حاليا، يا اما الديموغرافيك ترانزيشن موديل او البوبيوليشن تشينج موديل. حاول تكون حافظ الاسمين لانه ما بتعرف الامتحان اي واحد يمكن يستخدمه الدكاتره. فيا اما الديموغرافيك ترانزيشن موديل او البوبيوليشن تشينج موديل. هذا تو ايش هم؟ هاي فلكتشويشن اللي اكسباندنج ريت اكسباندنج لو ستيشنري ديكلايننج. الهاي فلكتشويشن برضه بسموها هاي ستيشنري، هيها هاي نفس ستيج 1 هي هنا هاي ستيشنري او هاي فلكتشويشن. كل حافظ الاسمين. شو الفكره؟ انه البوبيوليشن بمر بمراحل بناء على البيرث ريت والديث ريت، بقسمه انا لخمس ستيج 5 ستيج. اوكي، فعندنا الهاي ستيشنري او الستيج الاول بيكون عندي البيرث ريت عالي وبرضه الديث ريت عالي، يعني هي مثلا من 0 ل 40
بير 1000 طبعا نحسب احنا، عندنا البيرث ريت بيكون مثلا حوالي 40 والديث ريت برضه حوالي 40. اذا التوتال بوبيوليشن راح يكون في ثبات، لانه الاثنين عاليات يعني اللي بنولدوا بيموتوا، انا مش مستفيد تمام؟ فالتوتال بوبيوليشن راح يكون ثابت، عشان هيك تقريبا ثابت، فعشان هيك بسميها هاي ستيشنري، ستيشنري معناها ثبات، فهو في حاله ثبات عالي، لانه البيرث ريت عالي والديث ريت عالي. وين هذا الحكي بيكون؟ في اي مناطق؟ في الفيو ريموت جروبس، في فيو ريموت جروبس، في المناطق النائيه على الاطراف، وهذا الحكي كان زمان، حاليا مش موجود. الستيج 1 حاليا انقرضت، كانت زمان ب 1800 وشوي يعني في القرن الثامن عشر في مناطق في بريطانيا، حاليا it's not existing anymore تمام. فالبيرث ريت بيكون عندي هاي، الديث ريت بيكون هاي. الناتشرال انكريز ريت اوف ناتشرال انكريز بيكون ستيبل ثابت مستقر، اور سلو انكريز يعني بيكون بقل بشكل قليل او انه ما بقل اصلا. الفكره طبعا بيكون هون البيرث ريت اعلى من الديث ريت، فهو بيزيد ما بنقص. التوتال بوبيوليشن ليش بنسميها هاي ستيشنري؟ لانه التوتال بوبيوليشن تقريبا ثابت، ناتشرال انكريز مش موجوده، يا اما ستيبل اور slow increase. طيب reasons for change in the birth rate، ليش عندي البيرث ريت هيك بتغير يكون عالي؟ many children needed for farming، بولدوا اطفال اكثر لان احنا بنحتاجهم في الفارمنج في الزراعه. many children برضو die at an early age، برضو في كمان اطفال كثير بيموتوا في عمر قليل. religious social encouragement، امور اجتماعيه ودينيه. و no family planning، ما في تخطيطات اسريه، ما في تنظيم للاسره. وعندنا reasons for change in death rate، طبعا هاي الفتره اوكي التوتال بوبيوليشن ثابت، بس الديث ريت والبيرث ريت متقلبات، مره عالي مره قليل، يعني هم اوكي هون عاليات عاليات بس انه بينزل وبيطلع، هاي منحنيات عنده، فهون بنسميهم تشينج ان ديث اند بيرث ريت. الديث ايش الاسباب اللي فيه؟ ديزيز، فامين، بور، ميديكال نولج، الناس ما بتعرف، ما عندها معرفه صحيه، سو ماني تشيلدرن دار، فكثير من الاطفال بيموتوا. هم انت بتشوفهم حفظ بس ثواني فهم، يعني بس ركز بالشكل بتكون انت حفظتهم دايركت. يعني اكيد هتقول لي ليش في ناس بتموت؟ بتقول لي في ديزيز، امراض ما عندهم معرفه صحيه، انه الموضوع ما بده حفظ وتضيع وقتك ساعه وساعتين وانت بتحفظ فيها. في عندنا الستيج 2 الايرلي اكسباندنج، اكسباندنج ايش هو؟ التوتال بوبيوليشن بلش يتوسع ويزيد. ليش؟ لانه البيرث ريت عالي والديث ريت بلش ديكلاينز، بلش يقل. في فرق بينهم، طالما انا عندي مواليد كثير والاموات بلشوا يقلوا، بطل الناس يعني انا بولد بس ما بموتوا الاطفال، صار في عندي مثلا رعايه صحيه، فالتوتال بوبيوليشن هيزيد اكيد لانه البيرث ريت عالي. هاي مناطق وين؟ في ايجيبت، كينيا، انديا، هاي كلها متواجده فيها الايلي اكسباندنج. البيرث ريت عالي بس الديث ريت فولز رابيدلي، يعني قاعد بقل بشكل سريع. فالناتشرال انكريز فيري رابيد انكريز، يعني طلع من هون مثلا التوتال بوبيوليشن من 5 طلع لها تقريبا 25 او 22، زياده عالي تمام. هاي الناتشرال انكريز بيكون عالي فالتوتال بوبيوليشن عالي. reasons for change in birth rate، ليش البيرث ريت برضه هيك بتقلب؟ لانه عندي مال تشيلدرن نيدد فور فارمينج، مال تشيلدرن داي ات ان ايرلي ايج، يعني بالهاي ستيج الستيج 1 والايرلي اكسباندنج الستيج 2 بتشاركوا بنفس اسباب الريزونز فور change in birth rate، نفس الاسباب. بس ايش اللي بيختلفوا؟ بيختلفوا في reasons for changed in death rate، يعني هون صار عندي death rate قليل. طب ليش؟ لانه صار عندي improvement in medical care، صار في رعاية صحية احسن، water supply تحسنت، and sanitation التطهير والتعقيم والامور هاي الثلاثة ازدادت. fewer children died، الاطفال بطلوا يموتوا، صار اقل عدد امواتهم، فعندي death rate سقط او نزل صار قليل والbirth rate ارتفع. شو راح يزيد عندي؟ راح يزيد عندي population وراح يزيد عندي natural increase. عندي late expand الستيج نمبر 3، هاي وين؟ في البرازيل. البيرث ريت فولينج بلش يقل، يعني الاطفال بلش يقل مواليدهم. الديث ريت فولز مور سلولي، يعني بيكون بنزل بقل بشكل بطيء ابطا. الناتشرال انكريز انكريز سلوز داون، يعني ببلش زياده السكان بطيئه مش زي اول، يعني في الستيج 2 كان فيري رابيد انكريز، في الستيج 3 لا بلش تقل. ليش الاطفال بلش يتغير في عدد المواليد؟ عفوا مش الاطفال، improve medical care and diet if your children need it، بطلوا بدهم اطفال كثير، يعني خلاص الجماعه صار يكتفي بطفل او طفلين. هذا وين؟ في البرازيل في stage 3 late expanding، البيرث ريت بلش يقل والديث ريت بيقل بشكل اقل ابطا عفوا، والناتشرال انكريز بلشت تقل. يعني هون ما في فرق عملاق، هون بلشت من 5 وصلت ل 25 تقريبا،
هون بلشت من 25 وصلت ل 35، بس في فرق خيالي بينهم. تمام؟ reasons for change in death rate changes in death rate، ايش اللي اختلف في death rate؟ نفس الاسباب اللي كانت عندي في الستيج نمبر 2. الستيج نمبر 4 اللو ستيشنال، الثبات قليل في عدد التوتال بوبيوليشن. بلش عندي USA United States of America Japan France and United Kingdom، البيرث ريت قليل والديث ريت برضو قليل، يعني اوكي ما في مواليد بس برضو ما في وفيات. الناتشرال انكريز ستيبل اور سلو انكريز، يعني ثابت او بيزداد بشكل قليل. تمام. الريزنز فور تشينج ان بيرث ريت، فاميلي بلاننج، جود هيلث، امبروفينج ستاتس اوف وومن اند ليتر ماريج. هاي هي الاسباب اللي بتخلي عندي البيرث ريت يتغير، والاسباب اللي خلت عندي معدل الوفيات يقل او يتغير عفوا. جود هيلث كير اند ريليابل فود سبلاي، صار عندي في مصادر موثوقه للغذاء. تمام. لو ستيشنري ثبات فيها اقل، وعندي الديكلايننج بلش فيه اللي هو معدل التوتال بوبيوليشن بلش يتناقص. ليش؟ لانه ليش بتناقص؟ طيب لانه اكيد الدث صار اعلى من البير، انا صار عندي وفيات اكثر من مواليد منطقيا. الناتشرال انكريز بطلت انكريز، صارت ديكريز، سلو ديكريز، والاسباب تشتركها مع ستيج نمبر 4. خلصناهم. اذا فهمت هذا الشكل ما ضل اشي تفهمه بالاستعدادات الجاي. في عندنا لينك تو بوبيوليشن بيراميد اللي هو هذا الشكل كلياته، نسميه الـ Population Transition Model. بقدر أربطه مع إيش؟ مع الـ Population Pyramid اللي أخذناه بالأول، اللي بيكون فيه البيرت تحت والديث فوق، أو عفواً العمر، يعني هم قسم العمر مثلاً من 0 إلى 5 كانت، وبظلنا طالعين 65 لو وأكثر بنوصل في قمة الهرم وبالزايد اللي نطلع. فعندي الـ Stage 2 أنا قلت لكم أو إحنا اتفقنا إنه البيرت ريت عالي، بس برضو الديث ريت عالي. طالما الديث ريت عالي معناته ما في ناس بتوصل للأعمار المرتفعة لل 65 وأكثر، فهتلاقيه إنه من فوق ما في قمة نار. تمام. هذا الشكل بنسميه expansive concave sides، جوانب مقعرة، high birth rate وعندي high death rate، short life expectancy. ليش؟ لأنه في أسباب كثيرة للوفاة، فأنا العمر الافتراضي للناس بقل. rapid fall in each upper age group due to high death rate، يعني كل ما طلعت لفوق الناس تفوت اكثر، فبلاقي الاعداد في الناس المعمره قليل. بالستيج نمبر 2 عندي برضه الشكل اكسبانسيف ستريت سايدز، مش مقعر ولا محدبه، ستيل هاي بيرث ريت بس فولينج ديث ريت، يعني اوكي المواليد بعد عاليه بس بلشت الوفيات تقل. هذا في الستيج نمبر 2. سلايتلي لونجر لايف اكسبكتنسي، يعني عمر الافتراضي للناس في الستيج 2 احسن من الستيج 1 لانه صار في عندي ميديكال كير. فول ان ديث ريت سو مور بيبل ليفينج انتو ميدل ايج، طالما انه عندي ديث ريت اقل فالناس اللي توصل ميدل ايج اعلى اكثر. الستيج نمبر 3 ستيشنري ثبات، كونفكس سايدز محدبه، ديكلايننج بيرث ريت بلش البيرث ريت يقل، ولو ديث ريت برضه الناس عدد الوفيات اقل. لونج لايف اكسبكتنسي صار عمر الافتراضي اعلى، يعني هي واصل هنا لقمة أعلى والأعداد أكثر، عكس هون أوكي القمة عالية نوعا ما بس الأعداد أقل من هون مقارنة ببعض. An increasing proportion of the population is in the 65 and more age group، الناس اللي عمرها فوق 65 صارت أكثر. Stage 4 contractive convex sides low birth rate و low death rate. Longer life expectancy الناس بتعيش صارت أكثر وأكثر. Higher dependency ratio، ايش الديبندنسي ريشيو؟ الناس اللي بتعتمد على الطبقة العاملة، الطبقة العاملة اتفقنا من 15 ل 49 وبتعتمد برضه على الدولة وسن التقاعد اللي فيها من 15 65 او وات ايفر. المهم الديبندنسي ريشيو ايش بيعتمد؟ الناس اللي فوق ال 65 هنفترض وتحت ال 15، نفترض هيك الاعمار حسب السؤال او حسب معطى السؤال. فالفكرة عندي انا طالما الناس اللي عم فوق ال 65 كثروا اذا الديبندنسي ريشيو راح يزيد. اللي درس محاضرة ديموغرافي 2 او مش عارف واحدة من محاضرات ديموغرافي 2 او ليكشر نمبر 5 مش عارف مش متذكر مظبوط، بس المهم انه في ديبندنسي ريشيو اللي هي نسبه الناس اللي ما بتعمل المتقاعدين او القاصرين الاقل من سن العمل على عدد الناس اللي في الطبقه العامله، بسط ومقام. فانت لما تزيد البسط هيزيد الريشيو. ايش البسط؟ بيعتمد على الناس اللي ما بيشتغلوا،
فكل ما قلت او كل ما زادت نسبة الناس اللي ما بيشتغلوا هيزيد عندي الديبندنسي ريشيو. شكرا، عفوا. هون تلخيص او يعني بشرح لنا كل ستيج لحالها. عندنا هون هاي بيرث ريت، هاي ديث ريت، بوبيوليشن جروث از سلو اند فلكتشويتنج، يعني في عندنا تقلبات في البوبيوليشن جروث. طب ليش هيك بصير عندنا؟ لانه نيد فور وركرز ان اجريكلتشر، فانا بقلب او بولد اطفال اكثر لانه انا بدي ناس تشتغل معي في الزراعه. لاك اوف كلين ووتر، سانيتيشن، ميديكال كير، اديوكيشن، الخدمات الصحيه بتقل، ريليجيوس بيليفز اند كلتشر، الثقافه والديانات بتاثر، لاك اوف فاميلي بلاننج يوز اكسس اور نيد، ما في عندي تنظيم للاسره. وير تيبيكال اوف بريتن ان ذا 18th century اوثر نو كانتري از كرنتلي ان ستيج 1. في القرن الثامن عشر اوكي كان في هذا الحكي في بريطانيا، بس حاليا ما في ستيج 1، خلاص انتهى انقرضت. انا الستيج 2 اللي اكسباندنج بيرث ريت ريمانز هاي، ديث ريت از فولينج شرحناها، بوبيليشن بيجنز تو رايز ستيدلي، يعني البوبيليشن ببلش يزيد بس بشكل ثابت بطيء مستقر. ايش السبب؟ اقرا الاسباب بس هيك يعني، اقراهم مر عليهم مرور الكرام، وفي الامتحان بسهوله هتجاوب يعني، بس رابط على الفهم. المناطق countries in this stage include Bangladesh, Yemen, Afghanistan and much of sub-Saharan Africa. Do not include South Africa, Zimbabwe, Botswana. إيش الدول هاي؟ سويسلاند. إيش مهم؟ قرأهم هيك. قرأ. Stage number three, birth rate starts to fall. بلش birth rate يقل. Death rate continues to fall. بعضه death rate يقل. Population is rising. عدد السكان بزيد لأنه الناس بتعيش قاعد. Reasons. Industrialization country، الدول الصناعية بلشت تزيد، و continuous عفوا countries continuous بعد تستمر، الحملات الصناعية بعد تزيد بتزيد، increase in urbanization الحضري أو التطورات الحضرية بتزيد، cultural attitudes favoring small families take hold، التوجهات الثقافية بلشت تفيد الناس وإن الناس صارت تنظر للعائلات الصغيرة بأنها أحسن. Family planning available وكملوه القراءة، ما في مشرح ترجمة يعني. وين المناطق؟ China, Brazil and Egypt. هاي stage number 3. Stage number 4 low stationary قراءة لأنه شرحتها، والreasons برضو قراءة لا أكثر ولا أقل. وين موجودة هاي؟ في كندا, United States, Japan and most of Europe. Stage number 5 declining in Caracas. This bird than this country population size is increasing. بلش يقل عدد السكان، الناس بتموت اكثر والمواليد بتقل، هذا contracting انقباضي يعني بيكون متقبض من شقه وبتوسع من شقه ثانيه. هذا بالنسبه للشكل. وين هاي مناطق؟ جيرماني، ايطالي، سبين، برتغال، غريس اند يونايتد كينجدوم. هاي ست دول فيها الستيج نمبر 5، يعني هاي الدول افتراضيا مهدده بالانقراض. نصيحه مثلا انت كنت تحفظ الدول، احفظوا مثلا ثلاث ستيجات وخلوا ثنتين عكسيه. يعني مثلا انا بعرف انه في جرمني، ايطاليا، واسبانيا، وبرتغال، وجريس، يونايتد كينجدوم، هاي كلياتها مهدده بالانقراض مثلا او اللي هي بستيج 5. ايش الرابط بينها؟ انها باوروبا، فانت حط بدماغك انه اغلب دول اوروبا بتكون مهدده بالانقراض. مثلا كندا وامريكا، لا هاي في امريكا، في قاره ثانيه تماما. حاولوا تجدوا رابط ما بينهم. هاي فكره. فكره ثانيه انه انا بحفظ مثلا ستيج 5 وستيج 4 بجيبها عكسي، انه انا بعرف انه هاي الدول كلها في الستيج 5، معناته لما الاقي يونايتد ستيتس هتكون في الستيج 4. طبعا انت تكون قسمهم انه هاي ديفلوبينج او ديفلوبينج، فهمت ليش؟ Selected demographic indications of indicators of Jordan، قاعدين بنحكي عن الحاله في الاردن. اقرا يعني هذا السلايد اكيد مش هيجي من سؤال، بس انه هاي ارقام بدك تعرفها. في 2006 2010 المؤشرات الديموغرافيه في الاردن، المين ديموغرافيك تشالنجز ان جوردن، ايش التحديات الديموغرافيه اللي بتواجهها الاردن؟ هاي جروث ريت، هاي فيرتيليتي ريتس اند فورس ميجريشن ريتس. عندنا احنا الجروث ريت عالي، ليش؟ لانه معدلات الخصوبة في الأردن مرتفعة، والفورز فورز ميجريشن ويفز، موجات الهجرة القصرية بسبب الحروب اللي حوالينا بتنقل كثير ناس للأردن. Increasing population that's aging، الناس المعمرة قاعدة بتزيد. Unplanned organization، التنظيم ما في عندنا تنظيم، ما في عندنا مخططات. Scarcity of water resources and limited natural resources، عندنا ندرة المصادر المائية والمصادر الطبيعية. Population age groups Jordan 1975 to 2025، معطينا population age group in census، اسحبوا عليه اسحبوا عليه. Total fertility rates Jordan
كيف تتحرك الفيرتيليتي ريت في الاردن قاعد بقل ومتوقع انه يقل لعام 2050 هيك. بس اقرأوا مؤشرات، لا تقرأوا الشكل بس، انه خلي عندكم انطباع بس على الشكل اكثر ولا اقل. دائما في الاردن الكرود بيرث ريت اعلى من الكرود ديث ريت، وفي فرق بينهم، بس وصلنا من 2020 ل 2050 متوقع انهم يكونوا متقاربات من بعض لا اكثر ولا اقل. وصلنا عند 3 اسئله somehow ايش نحله يعني. واخيرا السؤال الاول، بعرف قرأت بسرعه قرأت بسرعه قرأت بسرعه، بس والله ايش يعني محاضره فارما بصراحه اولى، او باثر او محاضره اميون، وكل التوفيق لكم اكيد. فانه هذا الحكي بصراحه مش هحكي مضيعه وقت، لا مش مضيعه وقت، بس انه ما اظن انه وقتك هيسي فك تقرا الديث ريت في العام 1981 في الاردن قد ايه كان. فالمهم the total deaths in a village in 1990 were 200. في عام 1990 قريه مات فيها 200 شخص، هي المعطى الاول. Of these 20 were due to pneumonia. نيمونيا اللي هو التهاب الرئه. من ال 220 شخص ماتوا بسبب ايش؟ بسبب الالتهاب الرئوي. If the total population is 10,000, then the proportionate mortality rate from pneumonia equals to. هو ايش بده بده proportionate mortality rate. Proportionate mortality rate اتفقنا انه سبب one cause على كل عدد الوفيات، صح؟ يعني على ال all cases او ال all causes. ايش السبب احنا بدنا اياه؟ نيمونيا اللي هو التهاب الرئة. كم واحد مات في التهاب الرئة؟ 20. اللي ماتوا كلهم كم؟ 200. فبحكي 20 على 200 طبعا ضرب 100 لانه البروشنات ضرب 100. فال 20 مع ال 20 بتروح 2 على 20 10%، 10% ضرب 100 بيطلع معي الجواب 10. تمام؟ ايش بده؟ بده البروشنات مورتاليتي ريت، بعرف حكيتها بسرعه. اللي بده بروسينيت مورتاليتي ريت اللي هو سبب بالنسبه لكل الاسباب. البوبيوليشن رقمه ما اللي دخل فيه، هذا انسان معطى بس عشان يموهك لا اكثر ولا اقل. ما بدي اياه توتال بوبيوليشن، بدي السبب قد ايه عدد الناس اللي ماتوا فيه، وقد ايه عدد الناس اللي ماتوا كليا. اللي ماتوا بسبب الالتهاب الرئوي 20، واللي ماتوا كليا 200. فبحكي 20 على 200 ضرب 100 ضرب 100. ال 100 هاي موجبها معطى بالقانون، اصلا القانون فيه ضرب 100 عشان البروبورشن. فعندي 20 على 200 ضرب 100 طبعا الجواب 10 اللي هو بي. In a city in year 2013 the crude birth rate is 30 per 1000. يعني في عام 2013 كان عندي معدل مواليد الخام 30 لكل 1000. The crude death rate is 7 per 1000. عدد الوفيات الخام 7 لكل 1000. And the estimated mid-year population is 4 million. mid-year population هو 4 مليون مش مهم. And net migration rate is minus 0.3%. المثلث بالعشرة بالمية اللي هو معدل أو النت ميجريشن ريت صافي أو المعدل الهجرات الكلي. The rate of natural increase is هو بده إيش؟ rate اللي هو R and I. ال R and I شو قانونه؟ CBR ناقص CDR على 10. الكرود بيرث ريت كم؟ 30. ال CDR كم؟ 7. على كم؟ على 10. 30 ناقص 7 2 23 على 10 تساوي 2.3. طبعا هو نسبة بتكون يعني بدك تحط هنا proportion اللي هي عفوا percent يعني 2.3%. روح على 2.3% حط حواليها دائرة بهذه البساطة. ال 4 مليون معطى زائد السالب 3% هذا 3 بالـ10% برضه معطى زائد. انا شو بدي؟ بدي CBR ناقص CDR على 10. السي بي ار كم؟ 30. السي دي ار كم؟ 7. فبحكي 30 ناقص 7 23 على 10 2.3. It is that easy. In a city XX يعني مدينة مجهولة في عام 1999 the crude birth rate is 44.5 and crude birth death rate upon is 9.8. اعطاني معدل الوفيات ومعدل المواليد الخام، والاستيميتد ميد هير population is 6 مليون انسو، and the net migration is minus 0.6 او negative 0.6. The growth rate is اللي هو جي ار. الجي ار شو اللي اتفقنا؟ يساوي ار ان اي minus ال ان ام ار اللي هو net migration rate. تمام؟ ال ار ان اي سي بي ار ناقص السي دي ار يعني 44.5 ناقص 9.8 على 10
44 ونص، ناقص 9.8 على 10 بيطلع 3 وشوي. بطرح منه النت ميجريشن اللي هو نيجاتيف 0.6، بيطلع معي الجواب 2.87%. تمام؟ كاميرا استخدم الكالكوليتر عشان نشوف نتأكد. كالكوليتر سي دي ار، عفوا سي بي ار ناقص سي دي ار على 10، فبحكي 44 ونص ناقص 9.8 يساوي 3.4.7 قسمة 10 بعطيني 3.47. هاي ايش لحد الان؟ الار ان اي، الار ان اي طلع معي 3.47. بدي اطرح منه ايش؟ النت ميجريشن ريت، فبحكي ناقص 0.6 يساوي 2.87. طبعا انا بحسبها بنسبة بالمية، الجروث ريت بالمية برضه، فبطلع معي الجواب 2.87. ضن ضن خلصت المحاضرة. يعطيكم ألف عافية وبعتذر كمان مرة على التأخير.